17 أكتوبر 1961، تلك الليلة المظلمة التي بدأت من الحي اللاتيني في عاصمة الأنوار باريس، زادها قتامة إنكار المجرم لفعلته في كل وقائع الأحداث. فإلى غاية الساعة لا تزال الكثير من المنابر في الجمهورية الخامسة تصرح بأن عدد الضحايا الجزائريين لم يتجاوز 3 قتلى، لكن مع مرور العقود أكدت مواقع فرنسية رسمية أن العدد تجاوز 200 أو أكثر، بالإضافة إلى مئات المفقودين. في الحقيقة كان هناك على الأقل 200 قتيل. أنا أظن أن عدد القتلى قد وصل إلى 300. مظاهرة سلمية قابلها بلد حقوق الإنسان بالقتل والقمع، ومارس عليها تعتيما إعلاميا واسعا. هذه المجزرة لا تدرس في مناهج التدريس الفرنسية، ولم تتناولها وسائل الإعلام هناك إلا في العقدين الأخيرين، بطريقة حولت المتهم إلى الضحية والضحية إلى متهم، وهذا رغم الضغوط التي تتعرض لها الحكومات المتعاقبة على الإليزي. آخرها كان في الساعات الأخيرة عندما قامت 3 جمعيات فرنسية مناهضة للسياسة الاستعمارية بطلب رسمي من إيمانويل ماكرون الاعتراف بالجرم الاستعماري، خاصة وأن باريس قدمت مؤخرا اعتذارا لعائلة المناضل موريس أودان. الجمعية الفرنسية طلبت باعتذار مماثل للضحايا الجزائريين في مجازر 17 أكتوبر 1961، فحتى وإن قام الرئيس الأسبق فرانسوا أولوند بتكريم ضحايا المجزرة في 2012، إلا أن ذلك لم يصل إلى حد الاعتذار الصريح. فمتى ستقر الجمهورية الخامسة بجرائمها ضد الجزائر والجزائريين؟